اللغة العربية شيء أساسي لا شك، ويفترض أن يتم محافظة عليها بإنشاء مراكز، بإنشاء أندية، بإنشاء إرساء ثقافة جديدة بين المجتمع، أن اللغة العربية ممكن بأخذها إلى المستقبل. يعني اللغة الإنجليزية هي اللغة التكنولوجية السائدة، إحنا لا شك فيها، لكن ممكن نستخدم اللغة الإنجليزية في أمور معينة، واللغة العربية هي اللي راح تحافظ على هويتنا الإسلامية. قطر معروفة أنها قطر دولة إسلامية دولة عربية، هذه هوية افترض أن إحنا نحافظ عليها بقدر الإمكان. ما في مانع نستعين بالخبرات الخارجية، لكن لازم تكون توائم متطلباتنا، توائم احتياجاتنا، بحيث أن نوصل إلى ما نصب إليه مثل الدول الثانية وما نكون متأخرين، ونحافظ على الهوية القطرية بجذورها بعداتها. يعني دكتور راح نشوف إن شاء الله بإذن الله قانون من مجلس الشورى أنه يتم يعني أخذ بعين الاعتبار أن اللغة العربية تكون أساس في جميع المدارس. لا شك، نعم، اللغة العربية موجودة، بس أنت المراقبة عليها هنا السؤال. صحيح، إحنا نحتاج أنك أنت تتفعل الرقابة على القطاع التعليمي. صحيح، إحنا ولله الحمد نملك تشريعات ممتازة، لكن المراقبة والمتابعة هذه اللي تحتاج أن يكون في تفعيل أكثر ومتابعة مرة ثانية.